أهلا ومرحبا بكم أعزائنا المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي نبض الاتحاد. كما عودناكم أن ننتقي لكم الأفضل والأكثر تميزا. رحبوا معي بمدام هدى أحمد صاحبة حضانة سان رايز. هدى أحمد يسعد مساك، أهلا بك. حابين نعرف أستاذ المشاهدين بشخصك الكريم، تفضل. والله أنا الحمد لله أنا مدام هدى أحمد محمد، بكالوريوس خدمة اجتماعية، عندي شهادات في علم النفس وتربوية من 23 سنة، وأنا في مجال رياض الأطفال من السابقين الحمد لله في الإمارة بفتح يمكن تاني أو تالت حضانة داخل الإمارة. أول ما بدأت حياتي العملية اشتغلت. تحكي لنا أكثر عن مسيرتك المهنية. والله أنا ابتديت أنا من عشقي من التعامل مع الأطفال، يعني نعم. من وأنا في دراستي وأنا بحب الأطفال والتعامل معاهم، وكان هدفي كله إن أنا أشتغل معلمة رياض أطفال. مدام هدى، حابين تحكي لنا أكثر عن مسيرتك المهنية ومتى كانت البدايات؟ والله أنا من أول ما أشتغلت الحمد لله وأنا كل هدفي إن أنا أتعامل مع الأطفال. نعم. فالحمد لله ربنا وفقني أول ما جيت الإمارات إن أنا أشتغل مدرسة عربي وتربية إسلامية. دي نعم. كانت بدايتي أول ما اشتغلت. والحمد لله نجحت في هذا المجال، وكان على هذا الهدف ان انا اكمل مسيرتي، وكنت الحمد لله من السابقين لافتتاح اول او تاني حضانة داخل إمارة راس الخيمة. نعم. والحمد لله دلوقتي عندي اكتر من فرع بالنسبة لحضانات سان رايز. نعم. شو الخدمات المقدمة بحضانة سان رايز؟ طبعا الخدمات اللي هي معهودة بالنسبة للأطفال إن أنا أنمي مهاراتهم الحركية والفكرية والذكاء وتنمية مهاراتهم التعامل مع الآخرين بكل ارتياح. طبعا كل ده هدفي إن الطفل يطلع إنسان جميل سوي. نعم. ويكون قادر على مواجهة التكنولوجيا اللي في عصرنا هذا. نعم. يعني احنا اطفالنا اصبحوا يعني انا بعتبرهم اذكى مننا. نعم. فلازم ان احنا نلعب على مهاراتهم الفكرية والحسية والحركية ومعالجة المشاكل اللي احنا كلنا كأولياء امور بنعاني منها، مشاهدة التلفزيون كتير، الايباد، الالعاب الالكترونية. صحيح. اللي كلها غيرت سلوكيات اطفالنا وبعدتهم عن المحيط. نعم. بالضبط. وده حتى بيواجه بعد كده مشاكل. صحيح. حتى كمان بتتغير ردات الفعل عندهم. بالضبط. يعني نعم. بتحس ان الاطفال انا بحس ان هو جيل مختلف، حتى يعني يمكن
من 10 سنوات كان دايما الاقي الاطفال عندهم حركتهم خفيفه، لازم تتفاعلي معاهم عشان دلوقتي ما شاء الله الاطفال كلهم جايين جاهزين ان هم عندهم هايبر كمان اكتف في حركتهم وفي تعاملاتهم مع الاخرين، وده كله احنا دي مهمتنا. نعم. تغيير سلوكياتهم للافضل. نعم. تغيير افكارهم للاحسن. طبعا غرس القيم الدينيه دي مهم جدا ان احنا نحاول ان احنا نلعب عليها. لازم الطفل قبل ما تعلميه اي شيء لازم يطمئن نفسيا طبعا للكادر اللي هو شغال داخل الروضه، وفي نفس الوقت ان انت تنمي مهاراته الدينيه وتعلميه السلوكيات وتغيير سلوكياته. كلنا بنشتكي كاولياء امور نقول اطفالنا اصبحوا كتير عنيدين، كتير ما بيسمعوا الكلام، كتير ممكن كمان عنيفين. عنيفين. ما هو ما انا بقول ان الـ الـ الاجهزه الحديثه اللي احنا بنحاول نوفرها لاطفالنا هي السبب الرئيسي. صحيح. في تغيير سلوكياتهم. في ظل وجود عدة جنسيات وعدة ثقافات مختلفة في دولة الإمارات العربية المتحدة، أكيد بيواجهك هون يعني عدة ثقافات، كيف تقدر أنك أنت كيفية التعامل مع هاي الأطفال؟ بالنسبة لي بالعكس ده ميزة مش عيب، إن أنا بالعكس لما الطفل يتعرف على ثقافات الآخرين. نعم. بس مع توجيهاتنا إحنا بالعكس بتصبح مجموعة جميلة، ودولة الإمارات بتتميز إن هي ضمة جميع الجنسيات، ودي. نعم. أنا بشهد لها يعني الصراحة. لا حسينا في وقت من الأوقات إن إحنا غرب في الإمارات. صحيح. جد، وهذه. صحيح. حقيقة لابد إن أنا أعترف بيها يعني، فالحمد لله ده بالعكس ده بيخلينا إن إحنا كمان نحاول أكتر وأكتر إن إحنا نقرب الثقافات من بعض. طبعا هم دولة الإمارات طبعا دايما إن هي موجهة للاحتفالات الاجتماعية والدينية داخل الإمارات، فإحنا بنحاول نكون حريصين كتير. نعم. نكون مترابطين ونكون متفاعلين مع هذه الفعاليات. نعم. بالعكس ما هي أسس اختيار العاملين في حضانة سن رئيس؟ طبعا إن هم يكونوا تربويين أولا. نعم. لازم يكون عندهم خبرات في التعامل مع الأطفال، دي لازم يعني على الاقل بيكون. ساعات بيجي لي طبعا كادر بيكون شهادات تربويه ولكن مش قادر ان هو يتعامل مع الاطفال. نعم. لكن انا دايما بحط طبعا الشهاده في المقدمه، وبعد لازم اختبر المدرس هيقدر يتعامل مع الاطفال فعلا بحب وبود، لان ده طفل بيبقى. نعم. لازم تدخلي له من مدخل الحب الاول، وبعد كده قدمي اي حاجه هو هيستقبل. اكيد، لانه الفئه المستهدفه بالحضانات او بالروضه فئه كتير حساسه. اكيد، خصوصا انه بحضانه سن رايز انتم بتستهدفوا فئه من 4 سنوات إلى 4 سنوات ونصف. أه. يعني قبل ما قبل المدرسه. يعني. نعم. من حتى من اعمار الشهور كمان بنستقبل من شهور، من سنه سنتين يعني الى أن يتم الـ4 سنين. نعم. تمام. نعم. ما الذي يميز حضانة سن رايز عن باقي الحضانات؟ والله أنا بشهادة الأولياء الأمور أنا ما أقدر إن أنا أتكلم عن حضانات سن رايز، بس دايما يعني أنا بقدم أي خدمة بالحب. نعم. يعني بحس إن الأطفال دول فئة لازم إن هم يكونوا متشالين على الراس. نعم. في كل حاجة، ويحس ولي الأمر إن ابنه منفرد عندي. يعني هذه بحاول يعني اوصلها لولي الامر ان هو يكون مرتاح نفسيا للمكان اللي هو فيه، لانه بيجيب طفله وهو امانه عندنا، فلازم يحس ان هو اعتناء في سواء حتى في التغذيه بتاعته، فترات نومه لو طلب ان هو ينام، فترات حتى العنايه الصحيه ليه. عندي متابعه دوريه للدكتور، شهريه سوري للدكتور، وعندي متابعه يوميه للممرضه المقيمه داخل الروضه، دي طبعا لمتابعه اي حاجه بتخص الاطفال صحيا، نظافتهم، الحفاظ على الشكل العام ليهم، ده من خلال متخصصين بالموضوع هذا. نعم. كيف قدرت انك انت تكسبي ثقة الاهالي؟ ما هو هذا بقى احنا راس الخيمة بتتميز انها مجتمع صغير، وعلى طول اي حاجة بتسمع على طول. نعم. فاكيد بيبقى ولي الامر قبل ما بيجي وبيلجأ لحضانات سان رايز بيبقى سائل وعارف، فبتبقى الثقة من خلال اولياء الامور، وبعد لما بيجوا بيشوفوا التعامل وبيشوفوا الكادر اللي موجود. انا بعتبر الادارة ولا شيء بدون كادرها.
أكيد يعني أكيد. الإدارة ما هي إلا خطوات لتنفيذ حاجات معينة، إذا ما ساعدهاش فيها الكادر اللي موجود بحب وبضمير عمره ما مع الخدمة هتوصل لولي الأمر. وبوجهة نظر الإدارة هي العمود الركيز، العمود، ولكن برجع أقولك أن دايما أنا تقديري للمدرسات والمشرفات حتى والعاملات هو تقدير كبير جدا. نعم. لأني أنا بدونهم ما هعمل شيء. نعم. لو هم ما قدموش الخدمة بكل حب وبكل ود وبكل ارتياح أنا كمان مش هقدر أعمل حاجة. نعم. يعني أنا بختار وربنا هو اللي بيوفق يعني، والحمد لله. إن شاء الله. الحمد لله، ودايما احتفاظي بالكادر اللي عندي ده استمرارية للنجاح. نعم. ان شاء الله مدام هدى احمد، من نجاح لنجاح ومن تقدم لتقدم. ربنا يخليك تسلمين. مدام نجاح، وين بتشوفي حضانة سان رايز بعد 5 سنين؟ اشوفها ان شاء الله في المقدمه وفي السباق الاول ان شاء دايما الله. ده تفاؤلي بحضانات سان رايز، لاني حتى المقيمين على الفروع الاخرى الحمد لله ذات كفاءات وما شاء الله، يعني اشهد لهم بالخبره والذكاء وكل حاجه كويسه. نعم. لوحدي برضو مش هقدر اعمل حاجه الا لما يكون المجموع اللي معايا بيساعدني وبيقدر. نعم. اكيد. نعم. في ظل الظروف اللي عم نعيشها ونسمعها بالوطن العربي، نحمد رب العالمين على نعمه الامن والامان بدوله الامارات العربيه المتحده. بهالخصوص حابين نوجه كلمه شكر للشيخ وحكام دوله الامارات. تفضل. يعني انا من خلال حضانات سان رايز بقول يعني بشكر كل القاده اللي موجودين في الامارات وشعب الامارات، وفعلا شعب ودود جميل. ما حسيت بغربه، دي اللي اقدر اقولها لك. يعني انا بقالي 24 سنه داخل الامارات، الحمد لله ولادي كبروا وتعلموا ودخلوا جامعات وعايشين هنا وتجوزوا هنا، ويعني المسيره يعني بحس خلاص بلدي. نعم. يعني بحس الحمد لله بلدي، فاشكرهم على فعلا على نعمه الامن والامان داخل الامارات من كل قلبي ومن كل العاملين داخل حضانات سان رايز. نعم. وبدوري انا مدام هدى احمد، في نهايه اللقاء لا يسعني الا ان اتقدم بجزيل الشكر والاحترام لشخصك الكريم على حسن استقبالك واستضافتك ولدعمك لبرنامج نبض الاتحاد. اهلا وسهلا، تشرفت بلقائك. انا كمان تشرفت بلقائكم، واتمنى ان انتم تجونا مرات عديده ان شاء الله. ربت أجيال الفخر عز الطلب وجنودنا.